هل تريد توسيع أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك إلى المملكة المتحدة؟ أولاً، تعرف على قانون حقوق المستهلك وتأكد من أن سياستك المتعلقة بالعائدات والمبالغ المستردة تتوافق مع معايير المملكة المتحدة. حماية البيانات أمر بالغ الأهمية. التزم باللائحة العامة لحماية البيانات لحماية المعلومات الشخصية لعملائك وتعزيز الثقة في علامتك التجارية. افهم الالتزامات الضريبية. تطلب المملكة المتحدة من شركات التجارة الإلكترونية التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت الحد الأدنى، وهي خطوة حاسمة لعمليات سلسة. هل تواجهك المصطلحات القانونية أو متطلبات الامتثال؟ بلانشيز هنا لإرشادك خلال كل خطوة، مما يضمن أنك لست متوافقاً فحسب، بل متطوراً. قم بزيارة بلانشيز اليوم واحجز مكالمتك المجانية. تعامل مع تعقيدات قانون التجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة بثقة.